السلام عليكم متتابعي قناه منوعات المغربي في اسطنبول. كما وعدناكم رجعنا لكم فيديو اخر اللي غادي نهضروا فيه الخوت على الفرق بين كرواتيا وبين صربيا، وعلاش دائما كنانسيستي على صربيا وما كنقولش كرواتيا، لان واحد الصديق الله يذكره بالخير دار لي فواحد الكومونتير قال لي خويا ميمون انا راه كنثق فيك وكنسمع المعلومات ديالك وانا راه بغيت يهبلوني اخي ميمون، واحد كيقول لي ضرب على كرواتيا وواحد كيقول لي لا كنمشي يوتيوبر اخر. كل يوتيوبر الله يسهل عليه، كل يوتيوبر الله يسهل عليه، كل صانع محتوى الله يسهل عليه، اللي كيخدم شي خدمه الله يسهل عليه، اللي كيدير مونتاج ولا الشونتاج الله شغلو هذاك. انا غادي ندير ما يمليه ضميري علي وداكشي اللي كاين سيتو. انا خويا داز على كرواتيا، خويا في 2020 داز على كرواتيا، شاف فيها العذاب الاسود، ويا ريت ما دازهاش كون عارف هكا كاع ما يدوزها، ولكن الحمد لله راه دابا حاليا خدام في البرتغال. يعني في 2020 داز على كرواتيا وشاف العذاب، طاح 3 مرات في كرواتيا. الخوت الفرق بين كرواتيا وبين صربيا، اولا الطريق ديال صربيا مختصره باش توصل لصربيا وتدخل هنغاريا وتدخل النمسا، طريق مختصره. الناس اللي عندهم شويه ديال الفلوس وداروا تسليمات وقضوا الغرض وركب من ركب من لهيه، في اقل من شهر الخوت، في اقل من شهر من المغرب حتى لاوروبا، كاين اللي جابوها في اقل من شهر. بار كونتر الطريق ديال كرواتيا، كرواتيا بغيت تضرب على كرواتيا بعدا ما غاديش تدوز على بلغاريا، على ما غادوز كرواتيا غادوز على اليونان. عندك اليونان العذاب باش توصل اليونان، ها انت وصلتي اليونان كاين الخطر انهم يرجعوك من اليونان، يشدوك في اليونان يرجعوك، حتى بلغاريا راه كيرجعوك، ولكن الخطر ديال اليونان حتى هو موجود، احتمال كبير تقدر تحصل. دزتي كاع عاد اليونان هذه، دونك انت ما باغيش تدوز على صربيا، باغي دير كرواتيا اوتوماتيكوم، غاديش تدوز على مقدونيا حيت مقدونيا مختصره تخرجك في صربيا. الناس اللي كيديروا اليونان بغاو يمشيو لصربيا كيدوزوا على مقدونيا، دونك انت على ما غادي تدوز؟ غادوز على البانيا. البانيا كاينش مشكل غادي تدوزها، مونتينيغرو كاينش مشكل غادوزها، واخا يشدوك وتعاود ترجع غادوزها، حدهم ينرجعوا شدوك في مونتينيغرو كيرجعوك لالبانيا، شدوك في البانيا كيرجعوك لليونان، شدوك صحاب اليونان غيرجعوك لتركيا. المهم حنا ما كنهضروش في رجعوك، حنا كنقول لك غادي شاد الطريق ستي مونتينيغرو غتلقى من موراها البوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك هي دولة مسلمة بامتياز، الناس الله يعمرها دار تما، ما غتحصلش غاتنافيكي راسك، ما غتحصلش في القص والماكلة وداكشي والخدمة، غاتنافيكي تقدر تشري غير باكيات كلينيكس ودور الفيروجا تيتهلاو فيك. دوك الناس الله يعمرها دار من اطيب الخلق، ولو ان العرب وسخوا ديك البلاصة، بعض الناس حرقوا ديك البوسنة وكيتسرقوا وكيكريسيو تما، ومازال هاد الناس ديال البوسنه الله يعمرها هذا، انا الاخ ديالي نافيكا وخدم فيها وجمع فيها فلوس وكمل الرحله ديالو عادي جدا. فالبوسنه مليحه مزيانه، البوسنه كاينش مشكل فيها حتى لهنا تعقيد، على هنا فاش كتجمع حوايجك من البوسنه وغادي تضرب على كرواتيا. كرواتيا ستاج الوحش، ولحد الساعه مازال ستاج الوحش، اصعب ستاج، ودوك الناس ما كيعقلوش عليك، والعصا اللي كيعطيوك ما يعطيك حتى شي واحد. الكروات الا شدو كيملخوك غيعطبوك غيهبلوك، هذه الاول، يعني تقدر تضرب الرحله الاولى والثانيه تشد شي 3 ولا 4 مرات وانت كتاكل العصا في كرواتيا، وصعيب باش تدوز. ولا زدتي كرواتيا كاين واحد الواد ما بين سلوفينيا وكرواتيا هو اللي خاصك تدوز، هذاك الواد الخوت كيكون حامل وغارق، شحال من واحد غرق فيه الله يستر، شحال من واحد تما كان غيموت، شحال من واحد كان غيهبل في ذاك الواد، واش فهمتوني؟ يعني طريقك عذاب باش تدخل سلوفينيا عاد دخل الكامب سلوفينيا. انا خويا راه داز من ديك البلاصه، فهمتوني الخوت؟ ودابا كاينه، دابا كاين الواد وكاين القنطره، فهمتوني؟ كاين الواد وكاين القنطره. دابا الا جدوك قطع من الواد لديك الجهه وشدوك غيمخوك عاود عصا صحاب سلوفينيا، ولا غيردوك ولا يقولك علاش تجي من الواد، لانه خطر ريسكيتي باش تموت. ولا جدوك عاود في القنطره نفس الشيء، يقدروا يردوك يقدروا يدوك للكامب نتوزار. دخلتي سميتو سلوفينيا لداخل راه كتمشي للكامب وغتدخل نورمالمون، غتاخذ الخرطيه ديالك من بعد وغادي تكمل. سلوفينيا وطاليان راه ما بيناتهم حتى شي هزه، انت دخلتي لاوروبا، هذا من جهه. ولكن اخوتنا ما كنفضلش هاد الطريق، فيها العذاب الاليم، ما كننصحش بها. علاش كنقول انا الا كنت غتمشي على رجلك تمشي على اليونان وتدخل على مقدونيا تمشي لصربيا تقلبك عاد سليمه وتدخل بحالاتك، ولكن انت غادي تمشي تسليمه ما باغيش تمشي على رجل بلا ما تمشي على اليونان، دير تسليمه من بلغاريا وسير الله يسهل عليك الحدود ديال صربيا. ما عندك والو، ما عندك والو، ستاج الوحش عندك تما هو بلغاريا، ستاج الوحش بالرجوله،
ستاج الوحش هو بلغاريا، تفوت بلغاريا تدخل الحدود الصربية، تدخل داخل الفيلاج الأول سلكتي، توصل للكامب بلغراد طق طق دير غارات، سلهم جوج سلام ثلاثة سليمات، راك شاد ستون مع راسك، فهمتيني؟ يعني بلا ما تهبل راسك، بلا ما تمرض راسك، تما كاين لي سوليسيون، كاين الحلول، واخا تبقى حاصل تتعيا في صربيا كاين لي سوليسيون، كاين ألف خطاف وخطاف، من غير ملالي ومن غير تطواني ومن غير هادشي، راه كاين آلاف الخطاف والله عمر هذا كاينين موجودين تما. وكيدير معاك التسليم وانت وجهدك تسليمة تما كل واحد وثمانه، كاين اللي كيبداها ب 1600 اورو، كاين اللي كيقول 1700، كاين اللي كيقول 1800، كاين اللي كيقول 1900، كاين اللي كيقول 2000، كاين اللي كيقول 2200، كاين اللي كيقول 2300. انت وجيبك، انت وشطارتك، انت وفمك، انت وجبهتك، دبر على راسك تما. نسق بنادم خويا راه ما عنديش كدا، ندير معانا زوين طاق الرقم، كتشيك ليه فلوس هنا في تركيا ولا في شي قنت، كتشيك ليه الفلوس ديالو ولا تيجيوه من اوروبا ولا شي حاجه ولا شي ميتنا، كتشيك ليه الفلوس ديالو فاش كيديك كترفع تشيك على الاخر ديالك، خاص يكون شي بيرو ثقه وشي واحد هنا في تركيا قليك الغرض يشيك لك في شي بيرو ديال سميتو، حيت الاغلبيه هما كيطلبوا التشيك، ما عندكش تشيك كيطلبوا الكاش، فهمتي؟ والدراري كيبغيو يديروا التشيك، علاش ما كيبغيش يعطيه فلوس واحد يدوز يدوز اخويا نرفع لك الشفره ديالك والمسائل ديالك، ما دازتيش راه ما كاين فيديو بالدليل وبكل شيء والصور. فالخوت راه هادشي اللي كاين، الخوت هذا هو اللي كاين، هذه الطريق، ما يكذب عليك حتى شي واحد. انا ملي كنقول لك اخويا صربيا حاليا مزيانه، صربيا حاليا مزيانه، كنهضر على حاليا وهادشي اللي داز مؤخرا، كنهضر على حاليا وهادشي اللي داز مؤخرا. غدا ما عرفناش، الله يقدر، ولا الطياره ديال الاباتشي والصواريخ ديال الهاون والروينه والقضيه، وتسد الحدود ديال صربيا وتولي قضيه، ونجمعوا داكشي كامل وما يبقى ويقلب كلشي عاود لكرواتيا. ولكن اكتيرمون كرواتيا ما خداماكش حديد، فيها العذاب والجبال ديالها صعيبه والباركور ديالها صعيب وطريقها طويله والعذاب الالي تفرشيخ، غتخرج على راسك، غدقدق راسك، غتمحن غتمحن يا محمد، ما كاينش لك. فباش تستهلك لا ما تستهلك اخويا، دير لي كومباريزون، كان الاغلبيه ديال اليوتيوبر وكلشي دابا الاغلبيه الطريق والدراري اللي كتشوفوهم سيروا تشوفوا، راه كل واحد كيبارطاجي الرحله ديالو، دخل شوف اليوتيوب رحلتي الى اوروبا، غتلقى الاغلبيه 90% دايزين على صربيا. كنقول انا في السنوات الاخيره في هاد العامين الاخر قليل اللي دايز على كرواتيا، قليل. انا قلت لك انا اخويا دازت في 2020 ومن تما ما قليلش الدراري كانوا كيمشيو لكرواتيا وكيحصلوا، كيحصلوا في البوسنه، شحال واحد كيحصل في البوسنه وكيولي يطلع صربيا، كيدور في تاعي وكيهضر صربي. وخويا شحال انت تخسر الفلوس الالبانيه ومونتينيغرو والبوسنه، وتخسر شحال من ضربه في كرواتيا وفي الاخر ترجع لصربيا، وعلاش ما تمشيلهاش من الاول اخويا؟ الناس ديال ديك القنطرة كيحصلوا بست شهور بالعام تما في البوسنة اخويا، كاين اللي مدوز عام في البوسنة، كاين اخويا اللي مدوز عام في البوسنة. فالخوت هذا هو كان الموضوع ديال هذا الفيديو، هذا عجبكم بارطاجيو وابوني لايك، ما عجبكمش با دو بروبليم، راكم حبايبي ما كاين حتى شي مشكل، حنا خوت كنهضروا من القلب للقلب، وانا ما خدام عند حتى شي واحد، انا معاكم نتوما متابعين ديالي، كنتعاود معاكم وكنهضر معاكم الناس اللي كيتيقوا فيا. تبارك الله عليكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.